فمحاور الأرضية كالتالي: أولا سوف نرى معاً مدة عن طريق التسكرين في القريب، بعد ذلك سوف نذكر بوضعية شركة سمير، وقبل أن نرى استراتيجية أو استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الطاقي بالمملكة، سوف نطلع على قطاع المحروقات بالمغرب وتنظيمه. فتاريخ التسكير بالمغرب يرجع إلى سنة 1929، حيث تم تأسيس الشركة الشريفة للبترول والمعروفة اختصارا بالأسل. بعد ذلك في سنة 1949 تم إحداث وحدة للتسكير بالمغرب لمدينة سيدي القصر بقدرة أولية تكريرية تصل إلى 40,000 طن في السنة، ثم تم رفعها إلى 250,000 طن بعد ذلك. وفي سنة 1959 تم إحداث مصفات الأسانيد المحمدية بقدرة تكريرية تصل إلى 1.25 مليون طن، وبعد ذلك تم رفعها إلى 10 ملايين طن سنويا. تم تأمين هذه الشركة عام 1960، وتم إدراج 30% من رأس مالها لوسط البيضاء عام 96 قبل خصصتها بطبيعة الحال هي وشركة لايسيتي عام 1997. تم توقف نشاط التكرير بنصفة سيدي القاسم وتحويلها إلى وحدة للتخزين عام 2009، وفي سنة 2015 بالضبط في أوجست توقف نشاط المصفات المحمدي. فبعد توقف هذا نشاط المصفات السامير في أوجست 2015، عرف ملف هذه الشركة عدة تطورات إلى أن آل الملف إلى الطرف. في 21 مارس 2016 قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتسكير القضائي لشركة سامير مع استمرار نشاطها تحت إشراف السنديق والقاضي المعتمد. في 1 يونيو 2016 أيدت محكمة الاستئناف التجاري بالدار البيضاء هذا الحكم التجاري. وفي 30 يناير 2017 أصدرت المحكمة أمرا قضائيا بتفويت أصول شركة سامير بما فيها الوحدة الإنتاجية مع الإذن للسنديق لتغطية عروض الشراء. وفي 14 مارس 2018 تقدمت مجموعة كورال بطلب أمام المركز الدولي لسوية منازعات الاستثمار بواشنطن والمعروف اختصارا بـ CEFB في مواجهة الحكومة المغربية من أجل تعويضها عن الأضرار المحتملة التي لحقتها حتى توقف نشاط شركة سامير. فشركة سامير هي كانت تساهم في تلبية حاجيات البلاد تقريبا 50%. ف 2010 كانت تغطي حاجيات المملكة من المواد البترولية بصفة عامة إجمالا 59%، ثم تحولت هذه النسبة في 2014 إلى 51%، وفي 2015 غطت حوالي 37% من احتياجات المملكة. فهنا نشوف توزيع الاستهلاك الطاقي اللي مر من سنة 2009. علاش سنة 2009 بالضبط؟ لأن هي السنة اللي تم إطلاق فيها استراتيجية الطاقية الوطنية. مر استهلاك الطاقي من 15 مليون طن مقابل البترول إلى 22 مليون أو أكثر من 22 مليون خلال سنة 2020. كيفما طلعتوا من خلال هذين المليانين، فالمواد البترولية كانت تمثل 60% من الباقة الطاقية، و 2022 أصبحت تمثل 53% من هذه الباقة. كما أن التطور والمتوسط معدل النمو السنوي للاستهلاك الطاقي هو زائد 3 نقاط تقريبا في السنة خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2022. الآن سنمر إلى قطاع المحروقات بالتحديد، حيث بلغ الاستهلاك الوطني للمواد البترولية سنة 2022
إلى تقريبا 12 مليون طن مسجلا ارتفاعا بنسبة 6% مقارنة مع سنة 2012، حيث يمثل استهلاك الغاز الوطني ومادة غاز الوطن أكثر من 70% من الاستهلاك الكلي من المواد البترولية خلال هذه السنة. فهنا نصلوا بعض الأحداث اللي عرفتها اللي عرفها قطاع المحطوطة. في 30 جانفي 2015 تم تحرير أسعار المواد البترولية السائلة، وأصبح فقط غاز الوطن هو اللي سعره مقنن ومدعم برفق. فاتح يناير 2022 تم اعتماد مميزات جديدة للمواد البترولية، حيث تم إدراج الغازوال 10 PPM باعتباره أقل تلوث للبيئة. وفي 17 مارس 2016 تم نشر الجريدة الرسمية القانون 67/15 الذي يغير ويمدد القانون 71/255 الذي ينظم قطاع المحروقات في المغرب. ومنذ التحرير إلى الآن تم إدراج 16 شركة لممارسة نشاط توزيع المحروقات، كما أن معدل زيادة محطة الخدمة وصل إلى 180 محطة في السنة، حيث كان قبل التحرير لا يتجاوز 70 محطة. فقطاع المحروقات اعتمد على الأقل هناك 35 شركة تمارس نشاط توزيع المحروقات على طول المملكة. ما تسود 20 شركة مستوردة للمواد البترولية السائلة. كما لدينا أكثر من 3200 محطة خدمة موزعة على جميع ربوع المملكة. لدينا كذلك قدرة تخزينية للمواد البترولية السائلة تتجاوز 2,000,000 طن، وهي موزعة كالتالي. بالنسبة للغزوان لدينا قدرة تخزينية تمارس 1.5 مليون متر مكعب، وهي تمثل 270 يوم من الاستهلاك الوطني. بالنسبة للبنزين 260,000 متر مكعب، وهذا الرقم يمثل اليوم 3 يوم من الاستهلاك الوطني. وقود الطائرات 130,000 متر مكعب، وهو يمثل 61 يوم من الاستهلاك الوطني. الفيول لدينا قدرة تخزينية تمارس 150,000 متر مكعب، وهذا الرقم يمثل 3 يوم من الاستهلاك الوطني. فالنموذج الطاقي الوطني الذي تم اعتماده يرتكز على 3 ركائز أساسية، وهي التنافسية، الاستدامة، والأمن الطاقي. ففي هذا الصدد هناك 5 توجهات استراتيجية. أولا، طاقة طاقية متنوعة تعتمد خيارات تكنولوجية موثوقة وتنافسية. ثانيا، تهيئة الموارد الطاقية الوطنية عبر النمو المتصاعد للطاقات المتجددة. ثالثا، جعل النجاعة الطاقية أولوية وطنية. رابعا، تعزيز الاندماج الجهوي. خامسا وأخيرا، التنمية المستدامة. هناك تعليمات كما تعلمون، تعليمات ملكية سامية لرفع طموحات المملكة لتفوق حصة الطاقات المتجددة 50% في أفق 2030. فاستراتيجية تعزيز الأمن الطاقي ترتكز على أولا تسريع تطوير الطاقات المتجددة، تكريس الاندماج الجهوي، إعطاء دفعة جديدة للنجاعة الطاقية. الهدف على المدى الطويل هو توفير طاقة نظيفة وتنافسية من أجل تحقيق نمو اقتصادي وصناعي وطني. فاستراتيجية الطاقية الوطنية تعتمد أولا على تطوير الغاز الطبيعي كطاقة انتقال طاقة. فللإشارة تمت وبحول الله الحمد لله بكل نجاح دخول المملكة المغربية لأول مرة في السوق الدولي للغاز الطبيعي المسال بعد توقف الأنبوب المغربي فوق. أما هناك برمجة محطات جديدة تشتغل بالغاز الطبيعي وتحويل التوربينات التي تشتغل بالفيول للعمل بالغاز الطبيعي،
لمواجهه الذبذبه التي يعرفها انتاج الطاقات المتجدده. كما نحن حاليا منكبون على تحليل خارطه الطريق للغاز الطبيعي من اجل انشاء البنيات التحتيه اللازمه لنواحي الاستقبال والانابيب الى اخره. المسألة الثانية هي اعتماد مقاربة جديدة لتعزيز النجاعة الطاقية، حيث تم جرب 80 تدوير يمكن من تحقيق اتصال الاستهلاك الطاقي يخفض بحوالي 20% في أفق 2030. يهدف هذا ربما إلى احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية، إدماج إلزامية احترام النجاعة الطاقية على مستوى النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من ذلك الدولار. هيكلة وتطوير المهن المتقدمة المتعلقة بالنجاعة الطاقية. جعل النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات المهنيين والمواطنين. وأخيراً تقوية القدرات المالية والمؤسساتية وتقييم برامج النجاعة الطاقية. المحور الأخير هو تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة. كما شرنا لرفع حصة الطاقات المتجددة إلى ما يفوق 50% وفوق 2030. تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة من أجل تعزيز سيادة المغرب الطاقية وتقليص كلفة الطاقة والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة. تثمين استعمالات الطاقات المتجددة لا سيما في مجالات تحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر واستخداماته. بلورة عرض المغرب عملي وتحفيزي لقطاع الهيدروجين الأخضر يشمل الإطار التنظيمي والمؤسساتي ومخططا للبنيات التحتية الضرورية. شكرا على حسن الصحة.